لاحظ معي المثال التالي، لاحظ جيدا أن تمثيل كرام يشبه إلى حد كبير تمثيل جليسبي، لكن يختلفان في تمثيل الروابط فقط، حيث الروابط الموجودة في مستوى الرسم تكون بخط مستمر، الروابط الموجودة خلف مستوى الرسم بخط مهشر أي متقطع، الروابط الموجودة أمام الرسم تكون بخط مملوء كما هو في حال CH4. مثال آخر NH3 زوج إلكتروني حر، رابط في مستوى الرسم، رابط أمام الرسم